يا اهلا مرحبا فيكم. احنا حاليا موجودين بنادي الكويت الرياضي، تحديدا صاله كره اليد. يا اهلا وسهلا فيكم، حلقه جديده من برنامج الرياضه مو بس كره. احنا حاليا موجودين بكيفان، تحديدا نادي الكويت الرياضي. راح نتكلم عن رياضه كرة اليد وندخل بتفاصيله أكثر مع أبطال منتخب الكويت ونادي الكويت الرياضي حسن صفر ويوسف ضايف. نرحب فيكم بالبرنامج معنا. أول شيء مشكورين على الاستضافة الجميلة هذه، إن شاء الله نكون ضيوف خفيفين عليكم وعلى المشاهدين إن شاء الله، ويعطيكم العافية ومشكورين. ما تقصرون. ودي أول شيء تكلمونا عن بداياتكم برياضة كرة اليد. إيش معنى اخترت الرياضة هذه ومن متى بلشت فيها؟ أنا اخترت الرياضة هذه طبعاً أخوي علي صفر كان هو أكبر مني بأربع سنوات، هو اللي سحبني ويا النادي. بالبداية كنت أتمرن بس ما كنت يعني ملتزم وايد، بعدها يعني هذا الكلام كان عمري تسع سنوات يعني 2007 و8 أعتقد، إيه 2009 بلشت اني امارس هذه الهوايه واستمرينا فيها. من بدايتكم كهواة بالرياضه لاحترافكم بالمنتخب الحين، شلون شفتوا مجتمع رياضه كره اليد من ناحيه الحماس، من ناحيه مثل ما قلت التحديات اللي بينكم بين بعض، التحديات اللي تزيد من مستواكم؟ شوف للامانه احنا اللي غاف الرياضي اربع سنوات صراحه موت شيء اسمه رياضه بالكويت، ولكن الحمد لله رب العالمين يعني بالفترة هذه كان اللاعبين اللي عندنا دائما كانوا يعني عندهم شغف انه راح ترد الرياضة وراح ترد اللعبة وراح نرد حق المستوى الأصلي للعبة كرة اليد. فكان الفترة هذه الصعبة جدا علينا، الحمد لله احنا كنا متكاتفين، يعني انا واحد من الناس 90 من ربعي كلهم لاعبين كرة يد، دواوين كلها لاعبين كرة يد، وين ما نجتمع كلها لاعبين، دائما كنا نعطي حق بعض الحافز ونشجع بعض ونشد حيلنا، ودائما لما نيجي التمرين كلنا مع بعض نتجمع بكوفي او نتجمع مكان ونكمل التمرين، لين الحمد لله رجعنا حق المستوى المطلوب، وهذه ترى مجرد البدايه حق المشوار، يعني اللي طاف كله بس ما نذكره، والجاي ان شاء الله ان شاء الله كبير واكثر واقوى من قبل. اكيد ما شاء الله. ودنا نتكلم عن بطولاتكم بما انه بلشت، يعني اكيد كان نفس ما انت قلت كانت تضحيه، ان انت تضحيتك الدراسيه لجانبك الرياضي، فودي تكلمي عن شعوركم تاهلكم كاس العالم وبعد اخر مباراه بالتصفيات. شوف الامانه تاهلنا كاس العالم ما يا من فراغ، لعبنا من بعد اللي غاف لعبنا ثلاثه اسيا، الاول اسيا الصراحه انا بوجهه نظري صارت يعني وايد امور ما كانت مناسبه حق الجو الرياضي، ما تاهلنا فيها. بعدين رحنا حق اسيا جده 2022 كذلك ما تاهلنا فيها. بعدها المنتخب قرر انه يسوي فريق جديد، فريق شباب، طاقه شبابيه مع طاقه لاعبين خبره، صراحه ما قصروا ويانا لاعبين الخبره مع لاعبين شباب، صار في تكاتف وايد قوي. من بعدها من شهر الاعداد كان من شهر 6 او 7 من شهر 6 الاعداد لشهر 1 كان الهدف كله ان احنا نتاهل كاس العالم، والحمد لله رب العالمين يعني تعبنا بالفتره هذه. تتكلم انت على 7 شهور ولا 8 شهور، انا شايف اهلي يمكن اسبوعين، ترى يعني شيء مو عادي جدا، تضحيات كبيره سويناها مو عشان شيء، عشان يعني الوطن الغالي والله، وكملنا بالاعداد هذا والحمد لله رب العالمين. الله ما يتعب ما يضيع تعب احد، والحمد لله الله وفقنا وتأهلنا حق كاس العالم اللي هي السنه الجايه في السويد وكرواتيا والدنمارك. ما شاء الله، طبعا فخر لنا احنا ككويتيين وكعرب بشكل عام وجود الكويت، وهذا شيء مو غريب على ترى كره اليد، يعني هذا الثامن تاهل كاس العالم ما شاء الله. اي فكره من 15 سنه بس الجيل الحالي طبعا. اي والله يعني 15 سنه ضاع جيل ذهبي حرام يعني، ولكن الحمد لله يعني هذا حال الرياضه، وبس رادين باذن الله اقوى واقوى، وانا اوعد كل واحد يتابعنا الكويت راح تاخذ كاس اسيا متى؟
في خطة إن شاء الله محطوطة الحين من قبل الاتحاد، راح ناخذ كأس آسيا سواء 2028 ولا 2030 ولا 2032، راح ناخذ كأس آسيا بإذن الله. قدها قدها وقدود. على طاري آسيا ودي يتكلمنا يوسف عن شعوركم بأسياد لما أنت وقفت وقت التتويج وشفت علم الكويت. يا الله شعور هذا عجبني. شوف أنا أقول لك يعني أنت قبل 17 سنة مو صاعد على المنصة، كوني أنا يعني يوسف ضايف أصغر لاعب بالبطولة اللي كانت موجودة، ويعني هذه تكون لي ممكن رابع مشاركة أو ثالث مشاركة مع الفريق الأول. يعني أنا كنت منتخب الشباب وصاعد معهم. يعني لما أنت توقف مع الجيل ونخبة اللاعبين مثل صالح المسوي، حسن صفر، عبد العزيز، ولك سورن بالباجي، يعني توقف معاه بهالإنجاز هذا وتشوف علم ديرتك مرتفع فوق، يا أخي حتى قلبي بغي يطلع من مكانه. الأمانة يعني أمانة الحمد لله، يعني شعور كان وايد حلو. المنتخب الكويتي على مستوى فارق الأهداف أفضل من المنتخب الكوري، هو حسن صفر الذي أنقذ مرمى عدة مرات وسمح للمنتخب الكويتي لكي يعدل النتيجة. شعور الفخر طبعا لنا احنا هم الكويتيين موجودين، واكيد شعوركم انتم اضعاف اضعاف مضاعفة موجودين بالملعب، وشفتوا يعني حتى حماس اللاعبين اللي معاكم. هذا الشيء بالعكس احنا حتى هي اهم شيء نقطة الحماس، يعني ولا ننسى الكابتن الكبير عبد الله الخميس ومحمد مسعي بالخير، كانوا يعني داعم معنوي جدا اللاعبين. يعني كان بالنسبه لي انا كنت اواجه مشاكل، انا كيوسف ضايف كنت اواجه مشاكل، كنت اروح اقول، وكان يعني ما يقصر والله. الكابتن الذهبي عبد الله خميس الامانه هو الكابتن الذهبي، هو الانجازات كلها جت على جيله ما شاء الله. وهذا السؤال اللي يعني اللي كان الجاي، اللي شنو اللي يميز، يعني قاعد اشوف رياضات الجماعيه عندنا بالكويت مستواها قاعد ينحدر، اسوأ من الماضي، فشنو الشيء اللي يميز كره اليد؟ كرة اليد أنا أقول لك شيء للأمانة، أول شيء تبين أتكلم عن اللعبات الباجي ولا كرة اليد بس؟ أنا بتكلمك عن اللعبات الباجي. لازم يكون توجه الحكومة أو توجه الدولة رياضة، ولكن هو مو توجه رياضي، خلينا نتكلم كل واقع. ولكن كرة اليد إحنا كلاعبين إحنا مصرين إن بنسوي شيء، سواء في دعم ما في دعم إحنا نبي نسوي شيء. والإخوان بالاتحاد الكويتي لكرة اليد قام يشتغلون شغل كبير، واللاعبين قام يشتغلون. يعني أنا كلاعب إحنا عندنا شيء نزرع فينا من إحنا صغير، في دعم ما في دعم إحنا شيء نخاف على نفسنا، نخاف على مستوانا، نخاف على سمعتنا داخل الملعب. فهذا الشيء إحنا لازم نستمر عليه ونقدم، وهذا الشيء خذيناه من الأجيال اللي طافت. هم الأجيال اللي طافت هو جيل يتوارث جيل، هم هو صح في يعني صار عندنا 15 سنة ما فيها إنجاز بحكم الإيقاف، ولكن جيل يتوارث جيل. شنو أعطونا؟ يعني إحنا من قاعد مع الكبان الكبار يوسف فضلي، عبد الرزاق بلوشي، الجميع بدون ذكر أسامي أو ما ننسى أحد، كلهم نجوم كبار، مشعل سويلم، علي مراد، كل ما نقعد وياهم هم يقولون سووا شيء حق نفسكم، ولا تسوون حق احد، حق نفسكم حق الدوله. وهذا الشيء خذيناه منهم وراح نستمر عليه، وباذن الله راح نطور فيه. عبد الله الخميس كابتن كبير الامانه، هو لما مسك كابتنه نادي الكويت والمنتخب الوطني الانجازات كلها، ما ادري محظوظ عاد هو ولا العمود المسي عليه بخير، وجه له تحيه. صراحه انا اقدم له شكر كبير. هذا الكابتن يقعد وياه يقول لي والله ما نام حسون، يتصلون عليه اللاعبين، يتصلون عليه المدربين، المشرفين، الاداريين، فيوجه له تحيه صراحه. تعب ويانا وايد، جندي مجهول الناس ما تعرف. اي والله يعني جندي مجهول عبد الله خميس الامانه، نوجه له تحيه اكيد. ودي تكلمونا عن طريقه التصفيات اللي نشوف حق كره اليد، انا اتوقع مختلفه عن تصفيات اكيد كره القدم، كره السله، شلون بشكل سريع تصفيات كره اليد؟ احنا بطولاتنا آسيا هي تأهلك كأس عالم، أربع فرق يتأهلون كأس عالم. إحنا عندنا ثلاث بطولات، هي كأس آسيا، كأس آسيا أول أربع فرق يتأهل حق كأس العالم، عندنا أسياد آسيا، هذه أسياد آسيا هي أولمبيات آسيا، كل الألعاب تلعب بمحفل واحد، مجمع واحد، هذه ما عليها لا تأهل ولا شيء، ولكن في إنجاز حق دولة الكويت أو سواء اي لعبه من الالعاب. وفي عندنا هي تصفيات المؤهله حق اولمبيات مثلا
لوس أنجلوس اللي جاية أو حق باريس. هذه تلعب بس فقط المركز الأول يتأهل للأولمبيات سواء باريس أو لوس أنجلوس اللي جاية، والمركز الثاني يلعب ملحق مع الفرق الأوروبية أو أي من يعني أوروبا أو أمريكا. أي نعم، يتأهل للملحق ويلعب أول فريقين يتأهلون حق الأولمبيات. بالضبط، هذا بالنسبة للتصفيات. وفي أسئلة بسيطة وسريعة ودي أعرفها، أبيك تشرح لي الكرت الأزرق، شنو معنى الكرت الأزرق في اليد؟ الكرت الأزرق هو يكون يا خطأ متعمد من اللاعب، أن احتكاك يكون قوي والحكم يرجع الفار قبل يطلع الكرت الأزرق يتأكد. والشيء الثاني اللي تصير يعني مشاكل داخل الملعب، التاتش بين اللاعبين، لازم يعني تعرف اللعب يكون تحدي بين اللاعبين، والشيطان يكون ثالثهم، ومشكلة يكون الربع يعني، بس الشيطان يكون ثالثهم يعني يتاوشون، وبرا الملعب يكون الربع ويسلمون على بعض، وانا عازف ما شو يعني ما تسوى هذا. الكرت الأزرق يكون ايقاف يعني تقرير، الحكم يكتب فيه تقرير ايقاف مباراه مباراتين على حسب لجنه التحكيم الوضع اللي صار. هو قبل الكرت الازرق كان في شيء اسمه كروس. يعني اذا الحكم عطى كرت احمر بعد كروس معناته ان هذا اللاعب راح يكتب فيه تقرير وراح يتوقف. اليوم ما في كروس، صار في كرت ازرق بداله. الكرت الازرق رسمي ايقاف من مباراه وانت صاعد، من مباراة لموسم كامل. هو هذا الكرت الأزرق حتى موسم كامل يوصل لموسم على حسب التغريب، بس هو الكرت الأزرق معناته إنه فيه إيقاف مباراة، يوصل المدة على حسب التغريب. ودي تكلمنا عن إعادة البطولة بالنسبة للاعبين. الاحتراف الخارجي للاعبين بدولة الكويت، نتكلم عن محمد الغربلي الكابتن الكبير، نوجه له تحية كبيرة. هو اللاعب الوحيد، أو مو اللاعب الوحيد، إيه هو اللاعب الوحيد اللي احترف في الترجي التونسي بطولة أفريقية. ومحمد غربلي هو تقريبا ياب الثقافة هذه، الاحتراف الخارجي حق الدول المجاورة. يعني هو لعب كل الدوريات تقريبا، مو الدوريات، لعب بطولات الخارجية تقريبا كمحترف وكلاعب محلي. أنا واحد من الناس لعبت مع الصداقة اللبناني كمحترف في دولة الكويت سنة 2018. لعبت بدولة الكويت كمحترف في صداقة اللبناني، صراحة هو شعور حلو، ويعني يعتبر هذا سي في حق اللاعب. وما شاء الله عندنا نخبة من اللاعبين كلهم لعبوا بشكل داخل الكويت وخارج الكويت، سواء يعني عندنا حيدر دشتي تو كان محترف مع نادي العربي في البطولة العربية. وثاني شيء، الكويت اليوم احنا كلاعبين صرنا محترفين، صار عندنا تفرق كلي من قبل الهيئة، فاحنا نعتبر اللاعبين محترفين. ف يعني احنا واجهين حق اي محفل خارجي ولا محفل داخلي، احنا يعني جاهزين ان شاء الله. هذا طيحت منكم التحديات، يعني ساعات واحد من التحديات انا ما عنده الوقت كافي للبطوله، فوجود ما شاء الله الاحتراف من الاتحاد هالشيء سهل وايد ان الشخص يتفرغ حق رياضته بشكل كلي. ودي بالختام توجهون لي نصيحه للاعبين الجيل القادم، الجيل الصاعد واللاعبين المحليين الموجودين. نقدر ناخذ لاعب منهم ولا؟ اول شيء اعرفكم على عبد الله نواف العدواني، مستقبل كره اليد الكويتيه ان شاء الله. ابوه نواف العدواني وولد عمه سيف قايد العدواني، ما شاء الله. إيه، فان شاء الله له مستقبل كبير. بس احنا حابين نوجه لك نصيحه انا ويوسف اخوك حق المستقبل، نبيك تشد حيلك وتنام عدل وتاكل عدل وتطير هذه شويه بعد زين، ونبيك تهتم بالتمرين وما لا تستغنى عن الدراسه، بس مثل ما سوى يوسف اخوك، مثل ما سويت انا، ومثل ما سوى ولد عمك سيف. نسق بينهم وشد حيلك زين، وتوعدنا ان شاء الله تصير نجم كبير بالمستقبل ان شاء الله. موفق. حاب تقول كلمه حق الجمهور توعدهم بشيء؟ ان شاء الله افضل ابنا بالعالم ان شاء الله. الله يوفقك. يوسف، انت للاعبين المحليين يعني حتى الكبار مو الجيل الصاعد، يعني مثلا شيء ستاندرد، مو انه مثلا والله التمرين معين، يعني مثلا حافظ على اكلي، حافظ مثلا على الشغلات، على النوم، وشنو الشغلات الاساسيه كلاعب
انا حابب انصح اللاعبين المحليين الحاليين يعني الدوري ان اهم شيء حافظ على اكلك وعلى نومك واترك الديوانيات شوي على صوب سهر وهذا كله يضرك ترى هو سبب يعني رئيسي باصاباتك داخل الملعب. اهم شيء قوي نفسك وعدل نومك وعدل اكلك ان شاء الله امورك طيبه ولا تنسى صلاتك اهم شيء. شكرا لكم على وقتكم بالبرنامج واستمتعنا جدا صراحه معاكم وتعرفنا على رياضه كره اليد اكثر بالكويت حتى بشكل عالمي. هذا كان ختام برنامجنا وحلقتنا اليوم عن كره اليد، نشوفكم حلقه ثانيه باذن الله.